كنا برضو ممكن نسأل لو البشرة جافة وعايزين يعني مثلا في الشتاء مثلا ممكن تلاقي بنات بشرتها بتبقى جافة وممكن تبقى مقشفة شوية، الكلام ده كله ده برضو ممكن يبقى ايه علاجه؟ طبعا انا مش هقول لك انواع شركات معينه بيكون الافضل، بس بنتكلم على كريمات الترطيب للبشره. في كريمات ترطيب البشره ما نقعدش نحط اي نوع من انواع الزيوت للبشره، عشان في بعض الشركات بتعتمد على مواد دهنيه في الكريمات بتاعتها، فبتحسسك بتدي لك ايحاء ان البشره بقت افضل كتير جدا من طبيعتها، تحس ان هي فعاله معاكي. وده طبعا بيكون بالعكس لما بتيجي تبطلي المنتج دوت اللي هي المواد الدهنيه، لما بتيجي تبطليها بعديها مثلا باسبوع بتلاقي البشره جافه اكتر من طبيعتها، فبيجبرك ان انت تستخدمي المنتجات دي تاني. فاحنا بنحاول ان احنا بنستخدم الكريمات اللي هي ما بتجيبش نتيجه فوريه، بنستخدم منتجات الكريم الترطيب العادي، خلاص ده بيكون افضل. وبنيجي انا بقول لحضرتك ليه نستخدم المنتجات اللي هي خاصه بالتجاعيد او التعبير الحركي على اساس ان هي تشيل الكسرات في البشره. في بعض سيدات كتير قوي، شريحه كبيره من المجتمع، بتروح عند دكتور تجميل بتعمل الفيلر او البوتكس، بتعمل حقن، فبتحس ان وشها مشدود الشده اللي مش طبيعيه، بتيجي تبتسم الابتسامه بتاعتها تحس ان هي شكلها مش طبيعي. الكريمات دي بتخلي الابتسامة بتاعتك او التعبيرات الحركية عموما بتاعتك كلها بيكون شكلها الطبيعي بتاعك. فبنبعد عن نحاول نبعد عن الحقن والشد البشرة بالطرق اللي هي تحت الجلد، ان احنا نحقن شيء او نملى اجزاء من البشرة. لما بنيجي نملى الفيلر اللي هو عن طريق الحقن، بنملاه لو واحدة وشها نحيف، في مشكلة في البشرة عايزة تملى اجزاء، ده الفيلر، انما مش مجرد ان هي تملى اجزاء فيها كسرات او تجاعيد. دي بتكون عبارة عن كريمات الافضل لينا كاستخدام. طيب بالنسبة مثلا لو عروسة وفرحها قرب وحاسة ان بشرتها مضايقاها جدا وحاسة ان هي مش هتطلع حلوة، فبتلجأ ان هي يعني بتقول عشان اخلص وكده اعالج نفسي بالليزر، اعالج وشي مثلا بالليزر، ايه رأي حضرتك في الموضوع؟ العلاج الوش بالليزر ده بيكون الافضل. في بعض البنات بيكون عندها مثلا حبوب في بشرتها، بيحصل فيها ان الحبوب دي بتسيب علامات مكان بعد ما تخف بيحصل زي حفر بسيطة في البشرة. الليزر بينعم البشرة، بيشيل طبقة، بيخلي الوش متساوي، ده الليزر ده الأفضل. إنما في بعض السيدات بتلجأ للتقشير الكيميائي. التقشير بيكون ليه أسباب ومخاطر كتيرة جدا على البشرة، برضو نوع من أنواع حرق البشرة، بيخلي لون البشرة ما بيرجعش لطبيعتها، بتخلي لون البشرة بيكون مدي على بني على زرقان، مش بترجع بشكلها الطبيعي. فهنا بنتكلم عن الليزر هو افضل حاجة للسيدة اللي هي عندها حفر في الوش او علامات في بشرتها، بتستخدم اللي هي الليزر. الليزر ده افضل شيء تماما وامن جدا 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 للبشرة. مرسي لحضرتك، شكرا جدا.